نكمل في حياة حبيبنا النبي، يلا بينا. الإزاء والتعذيب اللي تعرضوا له أوائل المسلمين هيفضل مستمر وهيأذوا النبي أذى شديد جدا. كان النبي بيبقى ماشي في طرقات مكة، وطول ما هو ماشي بيحدفوه بالطوب ويرموه بالرمال. كان بيصلي حبيبنا النبي عند الكعبة، وهيتجمع كفار قريش ويقولوا: من منكم يذهب ويأتي بسلة جزور فنطرحه على محمد وهو يصلي. سلة الجزور ده مخلفات ولادة الناقة. قام عقبة بن أبي معيط وقال: أنا أتيكم بها. وفعلا راح وجابها ورماها على ظهر الرسول وهو ساجد. النبي فضل ثابت مكانه، ما رفعش راسه من السجود. وفاطمة بنته تشوف النبي وتعيط تبكي وتشيل القاذورات دي من على ظهر النبي. فالنبي لما قام طبطب عليها وقال لها: يا بنية لا تبكي، فإن الله ناصر وأباكي. ويستمر الإزاء للنبي من نفس الشخص الكافر الخبيث ده، عقبة بن أبي معيط. له قصة تانية عجيبة قوي بس لازم نستفاد منها. عقبة ده كان له صاحب بلغتنا كده اسمه أنتيمو، اسمه أبي بن خلف. كان صاحب مقرب له جدا. عقبة كان ماشي في طرقات مكة، سمع القرآن وقلبه رقله، وقابل صاحبه. شوفوا بقى هيحصل ايه. شوفوا صاحب السوق، أصحاب السوق دول سبب هلاك دنيا وآخرة. عقبة ده كان ممكن يكون صحابي من أصحاب رسول الله. طيب إيه اللي هيحصل؟ أبي ده يعرف إن صاحبه أسلم، يقال كده، أو بيرق قلبه للإسلام، فيقول له: يا عقبة، كلامي من كلامك حرام، ورأسي من رأسك حرام، حتى تذهب إلى محمد وتبصق في وجهه. يعني أنا يا محمد. للأسف يسمع عقبة كلام صاحب. تخيلوا، يقال إن البصقة دي رجعت في وشه وحرقت له وشه، وفضل أثرها موجود في وجهه حتى قتل في غزوة بدر. وينزل في عقبة قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ريتني سمعت كلام النبي. فعلا سبحان الله، الصحبة الصالحة بتدخل الجنة، والصحبة التانية بتدخل النار. شايف حبيبك النبي حصل له إيه عشانك؟ صلوا على شفيع الأمة. في موقف لصحابي اسمه سعد بن أبي وقاص. سعد أسلم، فأمه قالت له: والله يا سعد، لإن لم تنتهي عن دين محمد ولا هاكل ولا هشرب لحد ما موت، وهيتقال عليك يا قاتل أمك. ويقول لها سعد: والله يا أمي، لو ليكي 100 نفس أخرجتي نفس طول ونفس على أن أترك دين محمد ما تركته. تاكلي ما تاكليش، مش هسيب دين محمد. ينزل القرآن الكريم، كلام ربنا مخصوص عشان الموقف ده. بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صاحبها يا سعد، بس يا رب دي كفرة مهما كانت. صاحبها يا سعد، شوفوا القرآن، شوفوا ديننا والإسلام، والله أجمل رسالة نزلت في الوجود. بيوصي بأمه الكفرة، ما بالكم بأمه المسلمة. آذوا النبي في بناته كمان، حمالة الحطب الست الشعلة دي زوجة أبو لهب، أجبرت ولادها الاتنين إنهم يطلقوا بنات النبي الاتنين، أم كلثوم ورقية، لأنهم كانوا متجوزين ولاد أبو لهب. كانت قريش مش بترحم ولا صغير ولا كبير، بتتفنن في إزاء النبي والصحابة وكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بس قريش دلوقتي عندها مشكلة كبيرة جدا. موسم الحج الوثني قرب، وقريش مرعوبة إن كل الحجاج اللي هيجوا دول من كل حتة أكيد هيسمعوا كلام محمد وهيعجبهم، ممكن كمان يتحالفوا معاه وهيحاربوا قريش. طب هتعمل ايه قريش؟ هيجي واحد اسمه الوليد بن المغيرة يطلب من سادة قريش انهم يتجمعوا عشان يحاولوا يحلوا المشكلة دي، ويقترح الوليد عليهم ان قريش تتكاتف وتتفق على صفة واحدة بس عشان يقولوها على محمد، بحيث ايه؟ ان اي حد هيسمعهم ما يكذبش كلامهم. فقريش وافقت وقالت: نتفق اننا نقول عليه محمد كاهن. يرد الوليد: لا والله، لقد رأيت الكهنة وافعلهم، وما هو بقول كاهن. قالوا له: طب نقول ايه، شاعر؟ قال لهم: لا والله، لقد رأيت الشعر، وما محمد بشاعر. قالوا: طب نقول ايه، مجنون؟ قال لهم الوليد: هو مش مجنون، والله ان لكلامه لحلاوة، وان عليه لطلاوة، وانه لمثمر، وانه لا يعلو ولا يعلى عليه. شايفين كلام الكافر عن القرآن وعن سيدنا محمد؟ قال لهم: بصوا، هو مش ساحر، بس خلينا نتفق ان احنا نقول عليه ساحر وبيفرق بين الراجل واهله. وصلوا الحجاج لارض مكة، وانتشرت الاشاعة جدا ان محمد ساحر. اهالي الحجاج ينصحوا ولادهم: خلي بالكم، في واحد اسمه محمد، اوعوا تقفوا او تسمعوه، لانه بيفتنكوا بسحره. ويجي النبي، وكل ما يحاول يكلم حد يسد ودانه ويجري منه. النبي يقف ومش فاهم هو في ايه. انتوا متخيلين النبي يتعرض لايه؟ لكن رب العالمين يشاء ان بين الحجاج ده شخص اسمه ضماد الازدي. فضماد لما يسمع ان النبي ساحر يقرر انه يروح يعالج النبي من السحر ده. فيروح للنبي ويقول له: بلغني انك ساحر، اجلس لاعالجك. يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع لحد الاخر. وبعد ما الراجل يخلص يقوم النبي بكل صبر وبكل أدب: أتأذن لي يا ضماد بالكلام؟ فيأذن له. عيشوا معايا الكلام ده. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله. الرجل يقول له أعد علي ما قلت، والله ليس بقول سحرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعيد أكثر من مرة. في الآخر الرجل يقول يا محمد إني متبعك، أنا معاك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي يمسك إيده ويبيعه على الإسلام ويقول له على قومك، هتدعو قومك كمان؟ يقول له على قومي يا رسول الله. ويرجع الراجل لبلده ويدعوهم وفعلا يدخلوا للإسلام. سبحانك يا رب. المسلمين بيزيدوا وقريش متضايقة، وفكرت تهدد عمه أبو طالب، يا تأمر محمد يسيب اللي بيعمله ده أو تتخلى أنت عن حمايته. أبو طالب أول مرة طيب خاطرهم بكلمتين ومشيوا، لكن بعد فترة رجعوا تاني لأبو طالب وقالوا له إحنا صابرين على محمد عشانك وعشان مكانتك في قريش، لكن لو مش هيتوقف عن ما يفعل هنأذيه. ينادي أبو طالب ابن أخوه سيدنا النبي ويحكي له على اللي حصل ويقول له ما تحملنيش فوق طاقة، ما أقدرش على كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته. خرج النبي وهو بيبكي من عند أبو طالب، وأبو طالب ما استحملش يشوف النبي زعلان ونادى عليه يا محمد افعل ما شئت هفضل أحميك لحد ما أموت. لكن استمر الإذاء ويزيد معاه ثبات النبي صلى الله عليه وسلم. قريش مش قادرين يتفرجوا وهم ساكتين، تعالوا نعرف سوا عملوا ايه. بعتوا واحد اسمه النضر ابن الحارس لبلاد الفرس بيتعلم كل الاساطير والقصص بتاعت اهل الفرس، وكل ما النبي يجي يتلو قران على الناس يروح النضر ده يقول للناس سيبكم من كلام محمد، تعال احكي لكم حاجات احسن منه، ويفضل يحكي في قصص الفرس. مش بس كده، دي قريش جابت جواري بيغنوا ويرقصوا، وقالوا لهم كل ما تشوفوا محمد بيكلم حد وروحوا خدوه من محمد صلى الله عليه وسلم وشربوه الخمر لحد ما ينسى اللي اتقال. اتعرض للاذاء بكل اشكاله. حقيقي النبي تعب عشاننا قوي. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصبر. ربنا هيبعت لحبيبك النبي هدية. النهاردة فيه هدية من ربنا لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف هي ايه؟ يلا بينا. احنا كده وصلنا لأواخر السنة السادسة من النبوة، ووصلنا مع بعض مبارح ان الوضع صعب وقريش بتعند ومش سكت، وطرقات مكة دلوقتي ما فيهاش غير أصوات التعذيب وأهات الصحابة. في وسط الظلمة دي يريد الله جل جلاله أن شمس من شموس السماء تدخل الإسلام. هدية رسول الله، وهدية كبيرة جدا ومهمة قوي. عارفين هي إيه؟ إسلام سيدنا حمزة بن عبد المطلب. حمزة هو أحد أعمام رسول الله. طب حمزة فين من اللي بيحصل كل ده؟ موجود، بس ما كانش شغل باله خالص باللي بيحصل، وما كانش فارق معاه لا قريش ولا النبي. حمزة كان كل اهتماماته الصيد، يصطاد، يسهر مع أصحابه، وفي دنيا تانية خالص. بس لما ربنا يريد أنه يهدي إنسان بيهديه رغما عن أنفه. اسم من أسماء الله الحسنى الهادي، ممكن يجيبك من آخر الدنيا ويحطك في مكان معين عشان تسمع عنه، أو يجيبك بالصدفة تسمع عنه عن رسوله الكريم. أطلب الهداية من قلبك وادعي ربنا هيتقبل منك، فاستهدوني أهدكم. إيه حصل خلى حمزة يعلن إسلامه؟ في يوم النبي وهو عند الكعبة يجيله أبو جهل ويأذيه ويسب النبي. مين شاف المنظر ده؟ بنت جارية مسلمة بس كاتمة إسلامها، تنفعل وعايزة تدافع عن النبي ومش عارفة تعمل إيه. طلعت تجري في طرقات مكة تدور على أي حد يساعد النبي، ويشاء الله إن مين اللي تلاقيه في طريقها؟ حمزة الملقب بأعز قريش، ولقب بعد الإسلام بأسد الله وسيد الشهداء. الجارية نادت عليه، قال لها ما بكي؟ ويحك بتنادي عليا ليه؟ عايزة إيه؟ قالت له أيسب ابن أخيك من أبو جهل ويؤذيه وأنت تصطد؟ ملوش علاقة بالمواضيع بس عنده رجولة. قال لها أنت بتقولي إيه؟ قالت له أيوة أبو جهل عمال يسب النبي، أما تستحي؟ حمزة اتغاظ جداً، ابن اخوه في الاخر بيتاذي مع القوس اللي بيصطاد بيه. اخذ القوس وجري على الحرم، دخل وهو رافع القوس. الناس كلها خافت واستغربت، وكله قاعد يوسع له ويمشي من قدامه لحد ما وصل لابو جهل وساله بتاذي ابن اخويا وانا على دينه؟ هو لسه ما اسلمش بس هي طلعت منه كده. ساله ابو جهل هو انت اسلمت يا حمزه؟ قال له ايوه ومن يمنعني؟ وضرب حمزه ابو جهل ضربه جامده جدا بالقوس على راسه، وقال له بكل تحد ردها لي لو استطعت. وطبعا ابو جهل يرد على مين ولا قدر يعمل حاجه، وقال لاصحابه اتركوه لقد سببت ابن اخيه سبا قبيحا. مشي حمزه ورجع على بيته، وقف مع نفسه وانا عملت ايه؟ بيحكي انه ليلتها ما نمش، قعد يفكر طول الليل. طب ارجع في كلامي واقول ان انا مش مسلم والله افضل مسلم وخلاص؟ اول ما طلع الصبح عليه وهو صاحي اصلا ما نمش، قرر يروح للنبي وقال له مش عارف اعمل ايه. ابتسم الحبيب لعمه حبيبه وقال له يا عمي هلا جلست احدثك، اقعد اتكلم معاك. وافق حمزه والنبي عرض عليه الاسلام وعجبه جدا، والنبي قال له اتسلم يا عمي؟ قال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الله اكبر الله اكبر، اسلم حمزه. وبعد 3 ايام من اسلام حمزه ربنا يرزق النبي بشمس جديده تعتنق الاسلام، اسلام فاروق الامه عمر بن الخطاب. اسلم ازاي هنعرف مع بعض، بس مبدئيا كده عمر كان طويل جدا، قوي وعريض جميل وكان اصلع. فعمر من هيبته تحس بالرهبه والهيبه والخوف، فالناس دايما كانت تقتصر الشر معاه وتبعد عن طريقه. بيقول سيدنا عمر ان اللي دخل الاسلام قلبه كلمات جاريه كان بيضربها لانها اسلمت،
ويقول لها كفري ابو محمد، فتقول له لا والله، قعد يضربها ويضربها لحد ما يتعب. فتقوم البنت قايله له ايه، يا عمر انظر كيف تعبك الله وقواني. عمر اتهز وابتدى يسال نفسه ازاي صح يا قويه كده، وازاي انا تعبت كده. وده كان اول شيء ياثر في عمر. هحكي لكم دلوقتي عن موقف جميل قوي. مره سيدنا عمر كان ماشي في طرقات مكه ولقى ست بتجري وشايله شويه هدوم على كتفها كده، والهدوم عماله تقع منها، والست شكلها مفزوع قوي. وعمر يسالها الى اين يا امه الله، تقول له اهرب بديني منكم، عذبتمونا واذيتمونا وقهرتمونا. قال لها ما تعمليش كده، خليكي ربنا يحفظك. الست استغربت مين اللي جايب الحنيه ده منين، سيدنا عمر دي جديده عليه. رجعت لجوزها وقالت له سيدنا عمر هيدخل الإسلام. ضحك وقال لها لما يسلم حماره مش هيدخل الإسلام، كناية إن الراجل شايف إنه من رابع المستحيلات إنه يدخل الإسلام سيدنا عمر. قالت له هتشوف. إسلام عمر في روايات كتير، هقول لكم الأشهر منها. بيحكي عمر إنه كان بيشرب الخمر وخرج لأصحابه عشان يقعدوا مع بعض ويشربوا مع بعض، بس ما لقاش اصحابه، فقال طيب هروح اطوف بالبيت. وفعلا راح علشان يطوف. النبي وقتها كان بيصلي قيام الليل، فقال لعمر اقعد واسمع للنبي بيقوله من غير ما يحس بوجودي اصلا، والنبي بيقرا قران ومش شايف سيدنا عمر. يشاء ربنا ان النبي وقتها بيقرا في سوره الحاقه، سوره رقيقه وجميله. عمر يعجبه القران ويركز في الايات ويقول في نفسه والله ده شاعر، في نفسه من غير صوت. فيشاء ربنا ان الايه اللي هيقراها النبي دلوقتي تكون بسم الله الرحمن الرحيم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. عمر بيقول ارتعشت، ايه ده هو بيكلمني، انا قلت في سري. عمر في سره تاني قال اكيد ده كاهن. يرد النبي في صلاته بالايه اللي بعدها ولا بقول كاهن قليلا ما تتذكرون. فانتفضت وقلت في نفسي اذا ما هو، فيرد الحبيب صلى الله عليه وسلم الايه اللي بعدها تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يقول عمر ارتجفت وجريت للبيت وقفلت الباب. شوفوا ربنا الهادي، إن أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في نقطة مهمة هنا، أحيانا حد فينا بيكون رايح يعمل معصية وربنا يوقفها لك، ياريت ما تحاولش تروح لها تاني، لعل ربنا عصمك منها زي ما عمل مع سيدنا عمر كده. سيبها مدام ربنا سدلك الباب ده، ما تعنتش. عمر بيقول ما نمتش وحسيت ان ربنا بيكلمني ورق قلبه واعلن اسلامه. النهاردة الحلقة جميلة قوي وبإذن الله هتعجب حضراتكم. ايه رأيكم نكمل الرواية التانية لإسلام الفاروق عمر؟ يلا بينا. الرواية بتبدأ ان واحد يعدي يقول يا عمر ادركنا ان محمد يفرق بين الرجل واهله ويفرق بيننا ويسب آلهتنا. عمر رد خلاص أنا هقتله، أكيد لازم أقتل محمد. عمر بيقول أخدت سيفي وحطيته في السم ورايح لمحمد. قابل عمر واحد من الصحابة كاتم إسلامه. الصحابي شاف عمر متعصب كده ورافع سيفه، قال له أنت رايح فين يا عمر؟ قال له أقتل محمد. الصحابي قال طب أشتت تفكيره بسرعة أعمل أي حاجة ألحق الدنيا. قال له طب شوف أختك الأول. قال له مالها أختي؟ قال له ما أختك فاطمة أسلمت. قال له عمر أسلمت؟ بيقول الصحابي انطلق عمر كالأسد وبسرعة. الصحابي يجري على النبي عشان يحذره. عمر قاعد يخبط جامد على باب فاطمة أخته ومحدش بيفتح، كسر الباب. دخل لقى فاطمة أخته وسعيد بن زيد بيرتعشوا، فقال لهم عمر إيه الكلمات اللي كنت بسمعها وأنا على الباب دي؟ كان وقتها بيحفظوا قرآن مع بعض. سعيد قال له مفيش حاجة. عمر مسك سعيد وقعه على الأرض وفضل يضرب فيه. تيجي فاطمة وتقول له يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ عمر يبص لها ويكمل ضرب في سعيد. تمسك عمر تاني وتقول له أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ عمر يضربها ضربة جامدة وتتعور جامد وتقع على الأرض وتبص لعمر وتكرر الكلام بعزيمة يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ إصرارها هز عمر وسألها إيه اللي في إيدك ده؟ اديني الصحيفة دي. ورقة معاها كان فيها آيات القرآن. قالت له لأ، اذهب تطهر توضأ أولا عشان أديك الصحيفة دي. العجيب إن عمر سمع الكلام في اللحظة دي وكان عنده فضول غريب. ربك أمر خلاص، راح اغتسل فعلا ورجع لها قال لها فعلت ما قلتي أعطيني الصحيفة. ويمسك عمر الصحيفة ويقرأ القرآن ويشاء الله إنها تبقى سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ويكمل الآيات لحد الآخر ويقع على ركبته يبكي ويسأل هو فين سيدنا محمد. تحس فاطمة أنه خلاص هيدخل الإسلام وتقول له على مكانه أنه في دار الأرقم اذهب إليه يا عمر. ويجري عمر على دار الأرقم ويخبط ويسأله الصحابة من؟ فيقول عمر. كله طبعا خايف، الصحابي كان راحوا بلغهم مين واقف ومش عاجبه الخوف ده؟ سيدنا حمزة. قال لهم ما تخافوش، لو جاي لخير أهلا وسهلا ولو جاي لشر فأنا له، افتح له يا بلال. والنبي واقف مبتسم في استقبال سيدنا عمر. وأول ما دخل حمزة كده كتفه بسرعة وقال له إيه اللي جابك يا ابن الخطاب؟ عمر يسكت ويبص للنبي، والنبي يقرأ عيون عمر ويحس بيه ويقول له سيبه يا حمزة تعالى يا عمر. ويقرب عمر لحد ما يقف من إيدين النبي.
النبي يبص له ويمسكه جامد من هدومه بقوة ويقول له: أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ طب ليه الرسول مسكه شده جامد كده؟ عشان عمر قوي، لازم تبقى جامد كده معاه. بص عمر للنبي وعينه مليانة بالدموع وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. اترج المنزل كله بالتكبير، كله بيقول الله أكبر الله أكبر. أسلم عمر. أول دقيقة في إسلام عمر قعد يسأل النبي: ألسنا على حق يا رسول الله؟ عايز يعلن إسلامه ويعلن دين الله. يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا عمر أنت الفاروق، يفرق الله بك بين الحق والباطل. يخرجوا صفين، صف على رأسه سيدنا عمر وصف على رأسه سيدنا حمزة، ورسول الله في النص بينهم، ويطوفوا بالحرم الله أكبر الله أكبر. مشرقي قريش بيحكوا انهم حسوا ان الفرس والروم اصلا جم عنده. سيدنا عمر نفسه خبر اسلامه في اسرع وقت ينتشر. فكر في اكتر واحد في مكه رويتر مش بيقدر يكتم الاخبار، اسمه جميل بن المعمر. راح عمر للرويتر ده، قصدي الجميل، وقال له: هقول لك سر واوعى تقوله لحد، اسلمت، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. جميل طبعا عمل ايه؟ خد الخبر وجري في طرقات مكة: أسلم عمر أسلم عمر. والمفاجأة هنا اللي لما يرجع سيدنا عمر لبيته يلم أولاده: يا هتسلموا يا هقطعكم. يطلع له عبد الله ابنه ويقول له: يا بابا أنا بقالي سنة مسلم. عمر ينغزه كده في صدره ويقول له: كنت هتسيبني أموت على الشرك؟ طبعا حال قريش اتغير جدا بعد إسلام سيدنا عمر وسيدنا حمزة. وقفوا تعذيب الصحابة وخايفين منهم، وابتدوا يلجأوا ويدوروا على حلول تانية. إيه هي؟ التفاوض. مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبعتوا له عتبة بن ربيعة، شخص بليغ اللسان، يدخل على النبي بكلام مدح وثناء، وبعدين يعرض عليه المال والجاه والسلطان مقابل انه يكف عن ما يقول. لو انت مكان النبي هترد ازاي؟ ده سوء ادب اي حد مش هيستحمله. يرد النبي الكريم بايات من القران لحد ما يوصل للايه: فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. قطعوا عتبه وخاف من ايات القران ورجع قال لقريش: سيبوا محمد يعمل اللي هو عايزه، سيبوه احسن، اتركوه يفعل ما يشاء. رفضت قريش وقالت: والله ما نفعل ابدا، مش هنسيبه. وقررت انها تعمل معاه مفاوضات تانية. وفعلا راحوا للنبي يعرضوا عليه تاني نفس العروض. رد عليهم النبي: يا معشر قريش، ما جئتكم اطلب اموالكم ولا اريد الجاه فيكم ولا السلطان عليكم، وانما جئتكم بشيرا ونذيرا، فمن قبل منكم دعوتي كان حظه من الدنيا، واذا رفضتم فساصبر لحكم الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. يرجعوا يتفاوضوا مع النبي تاني انه نعبد الهك يوم وتعبد الهتنا يوم، وتنزل سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وتتعدد المفاوضات لحد ما يأسوا وقرروا يرجعوا للتعذيب تاني، بس المرة دي اختاروا الطبقة الفقيرة من المسلمين وزادوا في تعذيبهم. طب وبعدين؟ ربنا عز وجل نزل الآية: وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هيمشوا من مكة؟ دي حاجة صعبة قوي على العرب، بيبقوا مرتبطين بأرضهم وقبيلتهم وعشيرتهم. طب يا رسول الله هنمشي؟ طب هنروح فين؟ هنروح الحبشة. طيب اشمعنى الحبشة؟ دي قارة تانية وبعيدة خالص، ولغتهم مختلفة عنا وديانتهم كمان مختلفة. اشمعنى الحبشة؟ قريش هتسيبهم اصلا يسافروا؟ الحبشة فيها ملك عادل ما بيظلمش حد عنده ابدا، اسمه النجاشي، عشان يبعدوا عن التعذيب. طب قارة تانية ليه؟ لان مكة وقتها كانت سيدة العرب، واي حد هيروح بلد تانية بسهولة تقدر ترجعه. اما الحبشة فهي قارة تانية خالص، مكة ملهاش سلطان عليها. ولأن أهل الحبشة ديانتهم المسيحية أكترهم مودة، الذين قالوا إن نصارى، هيسافروا الضعفاء اللي قريش بيفتروا عليهم بتعذيبهم، والنبي هيأمر إنه يسافر معاهم سيدنا عثمان بن عفان ورقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة. وكله بيقول للنبي: حاضر حاضر يا رسول الله اللي انت شايف. في منهم اللي ما بيتأذيش اصلا من قريش ومش محتاج يهاجر، بس ادب الصحابه وطاعتهم للنبي خلتهم يوافقوا وبدون اي جدال. طيب ليه يا رسول الله هتخلي ناس تهاجر رغم انهم مش بيتأذوا؟ عشان يوصل ثلاث رسائل مهمه. اولهم رساله للضعفاء: مش بعتكم لوحدكم، انا بعت بنتي معاكم، حته مني، مش هغربكم بره مكه لوحدكم. تاني سبب: لان النجاشي ما يفهمش انهم فقره ضعفه ومحتاجين لعطف وخلاص، لا دول فيهم كبار القوم فيحافظ عليهم ويكرمهم. تالت سبب: قريش تفهم ان كبار القوم في وسطهم ومش بيتعذبوا، بس سمعوا كلام النبي. وده هز فعلا قريش جدا انه قد ايه ايمان الصحابة قوي. الهجرة كانت السنة الخامسة من النبوة، كانت على رحلتين شكلوا تقريبا تلت المسلمين وقتها. نزلت سورة الكهف في الوقت ده، وكأن ربنا بيطمن الصحابة ان اهل الكهف هاجروا قبلكم. ونزلت كمان سورة ستنا مريم. طب اشمعنى؟ هنكمل ان شاء الله الحلقة الجايه.